سيدة عائشة الذويدي. سيدي الرئيس، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد تفنن العهد البائد في تجفيف الينابيع. ناس جففت لهم ينابيع الماء وصاروا يشربون من البرك، وهنا من يتصور أن في بنزرت مناطق داخلية كسجنان والبركة، في سجنان ناس تشرب الآن من بركة، من بركة ماء، وفي بالشاطر أيضا إلى جانب عديد من المناطق الأخرى الداخلية، دائما عن مدينة بنزرت. فنرفع نداء إلى الوزارة التي ورثت هذه الصعوبات لتوفير الحلول المناسبة لنضمن لهم حق الحياة، هذا أولا. وناس جففت لهم ينابيع الحرية فدفنوه في السجون لسنوات عديدة. إذن وفي يوم تاريخي اجتمع ما يناهز 200 سجينة رأي تونسية في قصر المؤتمرات، بالتحديد يوم 22 أفريل من هذا الشهر. جمعت بين هذه النساء الانتهاكات والعذابات والزنزانات والظلم في سنوات المحرقة في دولة بوليسية ادعت احترام المرأة وحقوق الإنسان. عندما استمعنا لشهادات البعض منهن ذابت القلوب وسالت الدموع. استمعنا إلى أصغر سجينة رأي في عهد بورقيبة 15 سنة، وأصغر سجينة رأي في عهد البائد 16 سنة. أقول ورفعوا شعار إذا أردتم كتابة التاريخ فلا تنسونا. أقول سجل يا تاريخ أن في تونس في أطفال حرموا من دفء العائلة وصدموا بالإصلاحية. سجل يا تاريخ أن الفتاة المخطوبة دفنت فرحتها في زنزانتها. سجل يا تاريخ أن في تونس دخلت نساء السجن حوامل وولدوا في السجون، وما راوشك الأطفال هيك النور اللي يراوه الأطفال الأخرين في تونس. سجل يا تاريخ أن المرأة النافس انتزعوا لها رضيحها وسجنت. سجل يا تاريخ حتى أن الجدات والمسنات ما سلموش من يد الطغيان في تونس، ولكن هنسى خرجوا تونسيات صامدات تحدينا وعشقنا الحرية فاستجاب لهن القدر. والسجينات اللي تلقيت معاهم وانا منهم وفينا في المجلس التأسيسي منهم، بعثوا برسالة إلى المجلس الوطني التأسيسي يقول لكم فيها: ساندونا في استرجاع حقوقنا وجبر كسرنا بالتعويض ومحاسبة الجلادين، وما عندهم في قلبهم حتى حقد من الماضي، ولكن يريدون المحاسبة ويتمنوا أمنية لكل تونسية وتونسي بطبيعة الحال، هي أن لا تتعذب ولا تنتهك حرمة أي امرأة أو لا تتعرض لاغتصاب من أجل رأيها المخالف مهما كان اتجاهها السياسي. تحية إلى كل سجناء الرأي في تونس والشرفاء الذين عبدوا لنا طريق الثورة بدمائهم وعذاباتهم، والسلام عليكم ورحمة الله.